مساءات الله، عندنا بخير. أهلا أستاذ رشيد، لاباس؟ الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الله يحفظك ويجزيك. قول لي أحمدنا، هذاك الحجر اللي لقيتي اللي هرستيه على جوج اللي داير بحال البيضة، ولكن هذاك مصنوع، هذاك ماشي طبيعي هكاك. لا حيت كاينين بحال هذوك الحجار بزاف، كاينين هو عندي تاع انا نصورهم ليك. هذاك حجر الشمس، هذاك يا انت سمعتي وانت شتي. اتحا والله اخويا ما عرفتش اش نقول لك، ما عنديش فكره. راه تحابني جبتي شي حاجه كميه كبيره ندير لها التسويق، ما حجر واحده اصلا هذاك راه هرسها، شنو القيمه عندها؟ ان شاء الله تعالى.